السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم. شكون تعاودوا خبرنا عليكم توحشتونا. ليفربول اليوم يغادر الشامبيونز ليغ البطل، يغادر عن طريق اتلتيكو مدريد اللي بصراحه 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 اليوم قدم اجمل مباراه له في حياتي ككل اتلتيكو مدريد. بصراحه سيميوني مدرب يحترم، نعم هذا المدرب اللي بكل صراحه انا دائما كنت اشيد به واقولها في قرارات نفسي، هذا المدرب من افضل المدربين في التاريخ وفي العالم. لماذا؟ لانه يقدم فكر، نعم هو فكر سيء في كرة القدم ولكن يؤمن به ويحلم به ويعني يطوره أكثر وأكثر. نعم هو فكر دفاعي يعتمد فقط على الدفاع، ولكن بكل صراحة يحترم عليه، لأنه اليوم أن تقصي بطل ويعني متصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير مع عن غوارديولا، فبكل صراحة اليوم عقدة ريال مدريد تظهر اليوم في ليفربول عن طريق يورينتي، هذا اللاعب اللي ريال مدريد راينا انه اخذت الشامبيونز ليغ من ليفربول، والان يعني لاعب من ريال مدريد لاتلتيكو مدريد يقصيه مره اخرى. وبكل صراحه اتلتيكو مدريد تثبت ان كعبه عالي في الشامبيونز ليغ، فقط ريال مدريد من تستطيع ان تنقض عليها، فقط ريال مدريد. بكل صراحه اليوم راينا يعني ان الليفر سبقت الهدف فينالدوم وذهبوا الى الاشواط، وراينا ان يعني اتلتيكو مدريد عادت وفيرمينيو وعادت بالثاني يورينتي اليوم اهدافه جميله جدا، وبالاخص الهدف الثاني اللي انا كنت اشاهده مع اصدقاء في المقهى صراخ وبالاخص البرشلونيين، يعني ان ليفربول اصبحت عقده للبرشلونيين، لانهم بكل صراحه يعني الموسم الماضي ميسي قدم اجمل مباراه في حياتي وربما يعني قدم موسم رائع، وان تاتي ليفربول ويقصونه بتلك الريمونتادا التي لن تنسى ومره كانت على جماهير برشلونه اليوم، يعني كل الفرحه لاتلتيكو مدريد صراحه. ماني وفيرمينيو اليوم ما قدموش مباراه كبيره، يعني هم اللاعبين فقط الذين يعني ندعمهم في الفريق يعني بكل صراحه، ولكن اليوم لم يقدموا مستوى كبير. واليوم على يعني ككل ليفربول يعني عندما واجه يعني فريق دفاعي منظم صراحه منظم، لنكون متفقين. لماذا قلت لكم سيميوني يحترم؟ لانه دفاع ولكن منظم بطريقه مجنونه. كيف يلعب الكونتراتاك اليوم عن طريق جو فيليكس وعن يورينتي؟ كوكي كيف يقطع الكره؟ تلودي اليوم الحارس الذي لا يمكن ان نتحدث عنه، حارس عملاق. عندما يقولون لك ان حارس اتلتيكو مدريد من افضل حراس في العالم فاصمت، اصمت لا تتحدث. هل تقارنني مع الحارس الثاني لليفربول؟ انا عندما رايت ان حارس الاصلي البرازيلي للمنتخب الذي يتصدى ليفربول لم يلعب، اصلا هذا الحارس بدا يتسبب في خسارات كثيره لليفربول. جحيم الانفيلد، اين هو جحيم الانفيلد اليوم؟ اتلتيكو مدريد صراحة اليوم قهرت ليفربول، ليست لم تقهرها باللعب، لا، قهرتها بالتكتيك، يعني التنظيم الدفاعي والهجمة المرتدة المتقونة جدا، متقونة جدا، تدرس أن تلعبها على يعني أفضل مدافعين في التاريخ ربما في هذا القرن أو في هذه العشر سنوات اللي هما يعني دفاع يعني ليفربول. فان دايك واللاعب الآخر اللي ثنائي خرافي في الدفاع، لاعبين شباب في الامام، يعني فعلوا اليوم ما فعلوا بليفربول واقصوا ب 120 دقيقة وفازوا ب 3-2 في ملعب الانفيلد، زحيم الانفيلد. تشامبيونز ليغ الان اصبحت يعني الكل يمكن ان يفوز بها، سنرى. باريس ايضا تفوقت على دورتموند وخرجت للاسف، هالاند قدم مستوى جميل، ولكن هذا ما حصل اخوتي. السلام عليكم.